تحتاري يا ولاد. أنا آسفة كثير بس جد مو أنت الفنانة دادو؟ بتعرفي أنا أكثر شغلة بكرهها بالدنيا هي المرافقة وسألته لك بيضلوا دافئيني بيكتموا على نفسي كتم بس بابا ما بيقبل. طيب ليش؟ هيك ما بعرف قال لأنه أنا بنت الوحيدة بخاف علي كثير. بتعرفي إنه ما بيمرق ربع ساعة بالنهار إلا وبدق لي والله رح جن من هالقصة. ولسه ما كملت الشغل. الو اهلين بابا كيفك؟ لا هلا خلصت سبور واجيت على القهوه. ايه حزير مع مين قال؟ مع مين يعني؟ مع بنت رفيقنا ابو السبا وقال؟ ايه لا ما حزرت. معناها مع بنت رفيقنا ابو كنان. ايه لا بابا شو يعني انا ما بقعد غير مع بنت مسؤول؟ قاعده مع بنت وزير يعني؟ ولك مع مين قاعده لك؟ قاعدة مع فنانة بتطير العقل وانت كتير كتير بتحبها. ها فناني قولي من الاول وعك تقولي كذي مع اليسا. ها لك لا شو اليسا احلى من ابو اليسا. قاعدة مع الفنانة دادو. مع دادو ولا تشيل هالبريد من قدامي بلاك شيلك شايع لعمك. اماني بلقبتك يا بابا سلميلي عليها كتير 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 بسلم عليك. الله يسلمك. ايه بابا بابا عزمي لرفيقتك الفنانة دادو لعنا على البيت خلينا نتعرف عليها. بالله العظيم لو كانت امك موجودة الله يرحمها كانت انبسطت كثير انه بدها تجي لعنا. الو اهلا شو معقول الحكي؟ ماشي 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 يعطيك العافية يعطيك العافية شيل الشاي قدامي من البلاك بعد ساعة رجعني خليها خلصني. الو كيفك بابا؟ زعلان منك كتير كتير لا بالله ما خير. شو؟ قاعدة حضرتك عم بتدخنة وشو؟ هذا الشايع الرفيع اللي اسمه سليم يعني بشوم عليكي بس هاي ثقتي فيك. بابا أنا آسفة كتير آسفة بس والله العظيم هيك يعني عنت على بالي سيجارة صغيرة بس ما خلص ما عاد أشرب أبدا ما عاد عيدة. أوكي باي باي باي. لي شبكة كركبتي صار شي؟ يا الله بابا زعل مني كتير لأني عم دخن شو بدي ساوي هلا؟ شو عرفه؟ شو عرفه؟ ما هو دائما حاطط ناس تراقبني. ولي يعني نحن هلا مراقبين؟ آه ليش مالك شايفة هدول اللوحين اللي قاعدين هنيك؟ هدول ما شغلتهم وعملتهم غير يضلوا يراقبوني والله رح يجننوني. الواحد قد البغل. طيب شو رأيك نمشي؟ أنا أخرت شوي. طيب مثل ما بدك يلا بنمشي سوا. يا ستنا هي حفلة خاصة يعني ما حدا رح يدرى فيها بعدين المبلغ اللي رح يندفيها. ليك أنا آخر شي فكر فيه هو المصاري وعقدي مع شركة الإنتاج بيقول أنه ممنوع أعمل أي حفلة بدون إذنه وهيك حفلة رح تخرب لي بيتي. يعني هذا آخر كلام عندك؟ ايه آخر كلام تصل بالجماعة وتزر منهم. بس هيك رح يزعلوا وما تنسي انه هيدا ابن وزير. خلص جو وترتني ما رح اغني ما يكون ابن وزير يكون ابن اوباما نفسه. اهلين سيادة الوزير. لا بالعكس انا كتير بتشرف بهالدعوة بس المشكلة ظروفي ما بتسمح. اكيد جو شرح لكم الوضع. ما شرح شي؟ شو كان عم يقول؟ كان عم يقول بتتدبر بتتدبر؟ ايه لك انا بورجيك. شو بدي اعمل؟ وزير هيدا. سوري كنت عم بحكي مع مدير اعمالي جو. عموما ظروف العمل ما بتسمح لي ابدا اني غني بحفلات خاصة مع انه كان كتير بيودي انه غني بحفلة ابن سيادتكم. كيف؟
بده يحكي معي على التليفون؟ اوف كورس. اهلين حبيبي، شو اسمك؟ بأنه مدرسة انت؟ بدك تصير وزير مثل البابا؟ بدك يعني غني لك على التليفون؟ ايه بالي، غني له غني له. ايه تكرم عينك حبيبي، شو بتحب غني لك؟ غنية اي 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 ولا فيسبوك؟ اي اي اي. اوكي تكرم عينك حبيبي. اي 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 هدي لي بالك شوي. اي اي اي. لا تقلي لي وغنيتي له هاي الغنية كلها على التليفون؟ شو بدي ساوي، انحرجت، غنيت له اي اي اي. بحياة الله ينهفك، بتعرفي ما يسمع فيها بابا ليقلب على ظهره من الضحك. معكوني والله العظيم معكوني وغنيت له اي اي على التليفون. الو مرحبا نور، كيفك؟ انا عازمك بكره على عيد ميلادي عندي بالبيت. شو ان شاء الله الف مبروك. بس شو انا اخر من يعلم؟ لا انت مانك اخر من يعلم، انت اول من يعلم. بس بصراحه انا ما كنت حابب اعمل حفله، واليوم لحتى قررت. وشو اللي غير رايك؟ والله بعض الاصدقاء والصديقات حبوا انه يحتفلوا بهالمناسبه، فاتفقنا ورح نعملها عندي بالبيت، يعني شفنا انه فرصة انه ننبسط ونهيص شوي. ان شاء الله عبال المئة سنة. بس وين الحفلة؟ عندي بالبيت، رح نعملها عندي على التراس. ولبنى دخلك من المعزومين كمان؟ طبعا لبنى مدعوة، يعني كل الصبايا مدعوين حتى ميديا. بدك احكي معهم وحدة وحدة ولا انت بتبلغيهم عني؟ لا خلص اتركي علي، انا بخبرهم. لو سهلا. أهلين وانت بقلب خير يا رب. يستم والدين. أهلين بأحلى سكرتيرة بالعالم. شكرا وانت سالمة يا رب. تفضلي تفضلي. أهلين ميديا، أهلا وسهلا. هابي بيرثدي. شكرا. سميحة. أهلين. كل عام وانت بخير. وانت بقلب خير، شكرا لك. تفضلي. نسمع. أهلا وسهلا وانت سالمة. تفضلوا. ما شاء الله كتير حلو وجذاب. مين هاد؟ حكيم العيون تبعك. ما شاء الله بيت فخم خزي العين. طيب شو رأيك بالسليبينج بيوتي؟ مو ناقصة إلا يجي الأميرة على التنين. شو يا صبايا لسه ما فتوا؟ يلا 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 let's enjoy the party. يلا قوام قوام. شو رأيك باللي شفتيه مادموزيل دادو؟ هي حفلة خاصة. حفلة خاصة أو حفلة عامة، المهم إنها تصورت وانتشرت بكل السوق والإنترنت. اكسكيوز مي، وأنا شو ذنبي؟ ذنبك؟ ذنبك إنك ما التزمتي بالشروط اللي بيننا بالعقد. معلش هي مؤامرة ضدي، وأنا متأكدة إنه حسنة بعتت حدا لتصور الحفلة. بصراحة مادموزيل دادو ونحن هيدي الصراعات ما بتعنينا. مشاكلك انت وحسنة ما كان المفروض تأثر على شغلنا. هلا هيك حفلة صغيرة بشو بدها تأثر عليكم؟ بتأثر كتير، نحن قلنا حساباتنا الخاصة. لهالسبب قررنا فسخ عقد الاحتكار اللي بيننا وبينك.
ايه مثل ما بدكم، هذا الشيء بيرجع لكم. من هيدي اللحظه فيك تعتبري حالك فري، وبالنسبه للبند الجزائي ما رح نحكي فيه، رح نكتفي بس بفسخ العقد. لو سمحت تمضي على نسختين اعملي معروف. فرصة سعيدة مادموزيل ميديا، نتمنى لك كل التوفيق. يا حي الله ستنا دادو. مرق جو لهون، عم دق له من امبارح ما عم يرد. جو وروح. طيب افتح الباب بشو صافن. بدي اعتذر منك يا دادو، بقدر. شو يعني ما تقدر؟ ترى اصحاب الفيلا جوا. شو انت جنيت؟ شو اصحاب الفيلا؟ يا ستنا دادو، جو باع الفيلا بالتوكيل اللي معاه. انت شو عم تقول؟ يا ضيّه، شقد حذرتك منه وقلت لك انتبهي بس ما رديتي علي. انا ما بصدق اللي عم تقوله. قول انك عم تمزح، قول عم تمزح وانا رح سامحك، اكيد رح سامحك شادي. لا والله عم بحكيكي جد الجد. اسفه يا انسي دادو، بس ما في شيء بالحساب. ما بصير، تاكدي منيح. تاكدت اكثر من مره ما في شيء. ما بصير هالحكي، انا تاركه عندكم 5 ملايين ليره، وين راحوا؟ انسحبوا التعريف امبارح، انسحبوا عن طريق وكيل اعمالك جو. ولم تسجل هولندا الا من لك شو؟ لك شو قصتكم؟ ما يقوم حدا يفتح الباب. شو يا رماد؟ مو سمع علي الباب؟ اهلين ميزو، كيفك نور؟ مشتقت لك. شو امتى رجعتي من بيروت؟ دادو طمنينا، شو صار معك ببيروت؟ انبسطتي هونيك ولا لا؟ صبايا تقبلوني ارجع لعندكم؟ شو؟